يعني أنا بدايتي كانت يعني المجتمع محاربني، المنطقة محاربتني، الحكومة محاربتني، كل الناس اللي داير ما داير، لأن ما ألومهم لأن ما مقتنعين بالفكرة، هما ما يعرفون أنت بداخلك أي، لأن شيء جديد عليهم. إحنا قبل ما شيء يعني أكو مشردين أو متسولين بس ما كانوا بهذا الكم الكبير فعلا، فكانت الناس ما يشوفهم، وأغلبهم كانوا في سجون الأحداث، يعني كانت الدولة تلقي القبض عليهم تخليهم في سجون الأحداث. نعم. ولكن بعد 2003 وجودهم الزاد بالشارع فأكيد يعني الناس ما متهيئة أن تتقبل أنه أنت تجيب مجموعة من الأطفال مشردين وتخليهم ببيت وباسم الإبداع داخل. يعني أنت تطلع من عندهم فد موهبة مو فقط ذاك بداية، ما كان هذا الإبداع، يعني كان أنه أنت تجيبهم وتخليهم بنص الأحياء السكنية وعوائل، وما كانوا ما استساغوا الفكرة، فكانت حرب أكيد.